السلام عليكم. السي بنخيي، سمعت بان هذا الموسم ديال سيدي محمد بن داود ما لقيتوش اعانه كثيره، بهذا الشيء كله تقريبا من مالكم الخاص لا فامي بن خويي، شنو ممكن تقول لنا على هذا؟ بالفعل النسخه الاولى ديال الموسم كانت العام اللي فات، كانت في شراكه مع مجموعه مدارس سيدي محمد بن داود، وما كانش شي دعم الا الجهد التي جمعها سيدي عامر من خلال زوداتنا بعض آليات ووسائل باش سوينا المحرك وباش قادينا بعض الأمور، لكن ما كانش شي دعم قوي، كلشي المصاريف كانت من عندنا حنايا من عند الجمعية. دابا كطلبوا دعم مادي ومعنوي ماشي لازم من لي سبونسور ولا لي سبونسور لازم من ماكش بهذا الحجم، مع انه دائما تيبان لي انا باقي صغير، ولكن المصاريف كثيره كنظن ما عنديش اسئله كثيره، حيت الموسم مازال ما عرفنيش بزاف، باقي جديد، كاين شي حاجه تضيفها لينا بلا ما؟ الموسم مهم من جميع الجوانب. شحال بعيد من سيدي عابد هو؟ تقريبا 2 كيلومتر. بعيد من جوهر 8 كيلومتر، وبعيد من جديده 25 كيلومتر. وي كيمتى وي الخاصيه ديالو كيتوجد في واحد المنطقه مهمه بزاف سياحيا، لانه قرب البحر على شاطئ البحر تقريبا، ومن الجهه الاخرى كاين دوار بن خويي الخربه اللي هو دوار هاد البلاج ماشي با دونجوغوز، كتشوف هنا كيعوموا الناس و واعر. هي غير محروسه الان، لكن بالنسبه للناس ديال من هناك اللي كنتو انطلاقه ديال الصيد، كاين الصيد كثير. كانوا مازالوا كنظن مازال لا نقصوا، مابقاش كيف ما كان قبل، لان البحر مابقاش كيعطي الحوت بزاف كيستعملوا. دابا ولاو تيديروا جمع الطحالب عوض هنا في هذه البلاصه، كاين طحالب هذا ماشي وقتها، ولكن جمع الطحالب. وكنشوف كداير بشي فنانات، شنو سبب الوجود ديالهم هنا؟ كاين فونتازيا وكاين لاخ. كاين لاخ لان الموسم فيه مزيج ما بين الثقافات، كاين فن، وهاد الناس جاو شاركونا بأعمالهم وبحضورهم وتنشكروهم لان ضحوا بوقتهم. هي من جديدة ولا من المغرب كله كنظن؟ المغرب كله تقريبا، كلشي معناني فنانة تشكيلية معروفة في المغرب كله، هي تعطيك السلام. الأخت زهور، السلام عليكم، شكون ما تضيفي لينا؟ زهور معناني فنانة تشكيلية، رئيسة جمعية زهور الفن والتراث. حنا متواجدين هنايا كندعموا بشكل معنوي فني الجمعية اللي دارت المبادرة الجميلة، بغينا نخليو اثار ديالنا ونخليو بصمه فنيه، مابغيناش الموسم يبقى عباره عن شيخات وشطيح برديل، بغينا الموسم منين ينتهي تكون واحد البصمه فنيه تراثيه تبقى للمنطقه. فعلا حنا جينا وجبنا فنانه بالتنسيق مع المنتدى الجهوي للثقافه والتنميه طبعا، وحاولنا نعمر واحد ستوند باش حاجه ديال التراث صناعه تقليديه، انا الاخت امينه بكري وبعض الصانعات التقليديات ايضا. شاعرة كنظن ياك الأخت شاعرة خديجة شاكير من بيت المبدع،
احنا هنا جبنا فنانه تشكيليه من مختلف مناطق المغرب، وايضا استضفنا بيت المبدع فيه شعراء وشاعرات مميزون. بعد ما درنا ورشات وجداريات هنا في المنطقه، درنا حينا امسيه شعريه تجاديه، والجديد والجميل في هذه الامسيه اننا اكتشفنا ان عندهم مواهب وعندهم طاقات جميله جدا جدا جدا. وان شاء الله احنا كمنظمين لمهرجان الوان دكاله الذي يقام كل مره كل سنه، سنحاول الانفتاح مره اخرى بشكل اكبر على المنطقه، نحاول نقوم بالتخريجه ما بين المهرجان وما بين الجمعيه ديالهم باش نفيدوا المنطقه، لان لقينا الناس كتقاتل وكدير مجهود كبير باش عندهم روح وطنيه، روح البلاد، بغاو يعطيو اضافه ويعطيو قيمه للبلاد ديالهم. حنا قلنا شكرا للاخوان. كاين ما تضيفوا؟ كاين شي اضافه بغا شي وحده تضيف في شي حاجه؟ الاخت قدم لنا الاسم. حديثه شاكر، استاذه باحثه وعضو بيت المبدع الدولي، نائبه او امينه مال بيت المبدع الدولي الذي تتراسه الشاعره المجيده ريحانه بشير. هنا نحضر لتاصيل ولتاصيل ثقافه الاستماع، ثقافه الحوار، ثقافة العلاقات الإنسانية التي نستوجب من الفنان ومن المبدع بكل يعني ألوانه، لا شعرا وغناء وموسيقى، وكذلك احتلال الحلاوة التي أعبر عن صدق العلاقة الإنسانية التي جمعتنا في دار الحاج دريس. شي كلمة في حق هاد الناس هادو اللي متطوعين وكيخسروا من مالهم الخاص باش تنجح هاد الموسم ولا هاد، شنو تقول الناس شي كلمة على الناس؟ لا يمكن أن أقول إلا أنهم من جهدهم ومن كرم أصلهم جادوا علينا، وكان الكرم معنويا وماديا بالفعل، كرم طائي، كرم حاتمي، يمكن أن نقول من خلاله أن البلد لا زال كبير وأن الحياة البيضاء تمتد مهما بالخوي يعني عائله اكتشفنا فيها الاخوه. شكرا. دابا بقات لنا السلطات خصهم ينتابوا لهذا الشيء. ودابا زعما رغم المجهودات التعبيه لازم رغم المجهودات، وكان مهرجان الدوره ديال الثاني وناجح ناجح بهذا الشكل، فكانت الحفاوه والاستقبال ديال العائله ديالهم الشيء اللي ابهرنا بزاف بزاف بزاف، لدرجه اننا حسينا في البيت ديالنا مع الافراد الاسره ديالنا، كنتنقلوا في الغرف غرفه لغرفه زعما شي احساس ما تقدرش توصف، واخا نقولوا تنعيه وفي حق العائله ديال خويا ما غنوصلوش. شكرا جزيلا. شكرا والشكر والتقدير.